اوله بكذبه. بعدين يا هند، عمان يا هند، خلص يا هند، تعال يا سلام يا سلام، لا يا هند، خلص يا هند، خلص. تفضل يا يحيى. سعاد رئيس، مين اللي بتحكي؟ اقعد يا هند. يا هند يا هند، تفضل يا يحيى. سعاد رئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا بدي اكد على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. يا هند بس اقعد شوي، هو جنب الميكروفون. الله لا يسامحه اللي جاب الكوت على هالقبه، الله ينتقم منه. الله ينتقم منه، الله ينتقم منه. اقعد يا اقعد كمل الحكي، اقعد يا بنت الناس، انا عندك احكي يا يحيى. الله ينتقم من اللي جاب الكوت على هالقبه، الله ينتقم منه. يشطب من محضر الاجتماع لك حديث يحيى. مش معقول.